والجمهور ترى ذكي. طيب انت قصيدك ذيك شلون جبتها؟ من نفسك ناقتي ولا اي هذه كنت مشارك فيها؟ ايه عطناها الان، عطناها بصوتك الاول. طيب يلا خذ ابو عسل ولا ابو يجيك العلم يجيك بس يعطينا الصدى كان قريب عنده. هذه اشتهرت من طراد وجاية العفويه ترى ولا لا؟ اي والله عفويه ولا، وكانت يعني انا كنت مشارك فيها في اخواننا من اهل عمان، هي كلمات اهل عمان ما شاء الله صح. اي نعم مشارك فيها قبل. لا والله ما شاركنا، كانت طلعات كشفيه وكان يوم عالم الكشافة في جامعة الإمام، فكنا اجتمعنا من دول الخليج. فأقول بس اشتهرت صدق عند الصغار يعني خاصة. لو أروح أي مكان لازم يقولونها خاصة الأطفال. طبعا ترددوا معي، مشكلة في ناقة البدوي، مشكلة في ناقة البدوي، ضايعة مربوطة في الساحة، ضايعة مربوطة في الساحة، سيدو دمعو على خده، سيدو دمعو على خده، عمره ما يعرف الراحة، عمره ما يعرف الراحة، سنتين وش بس بنساوي، سنتين وش بس بنسوي، زعلان والناقة مرتاحة، زعلان والناقة مرتاحة، مشكلة في ناقة البدوي، ضايعة مربوطة في الساحة، سيده دمعه على خده، عمره ما يعرف الراحة، راحة 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 روحي راحة. الله عليك مثل العفويات ذي ترى جميلة والله صحيح.